القطاع الزراعي، يعني بصفتكم خبير فلاحي، كيف يمكن أن يتجسد ذلك على أرض الواقع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فعلا القرارات التي اتخذت في مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأخير تحت رئاسة رئيس الجمهورية يعني كانت قرارات جريئة. النقطة الأولى والثانية من ضمن السيد الخبير اللي معكم تطرق لها فيما يتعلق بتخفيض فاتورة الاستيراد من 41 إلى 31 مليار دولار، والنقطة الثانية المتعلقة بالتحكم في ميزانية التسيير وانخفاضها ب 30%. أما النقطة التي لها أهمية كبرى أعتقد أن على الجانب الفلاحي، حيث السيد رئيس الجمهورية كلف السيد وزير الفلاحة بأخذ بعين الاعتبار تنمية الشعب الفلاحية سواء كانت نباتية أو حيوانية، وانضم يعني الشعبة التي حاطت باهتمام كبير هي شعبة الحبوب، حيث تقريب الحبوب هذه سواء كانت قمح أو ذرة مستوردة من الخارج. أما بالنسبة يعني النقطة الحساسة في هذا المجال هي دراسة شعبة الذرة، حيث نستورد تقريبا ربع ملايين طن سنويا من الخارج. هذه الذرة تستعمل في صناعة الأغذية للأنعام وخاصة الدواجن، وتكلف مبالغ ضئيلة بالنسبة للخزينة العمومية تقريبا مبالغ كبيرة. إذا كان من المفروض إعادة النظر في هذه النقطة بمحاولة إنتاج هذه المادة محليا، مع العلم أن هذه المادة كنا ننتجها منذ 2009 إلى غاية 2016 في المناطق الجنوبية كأضرار والمنيعة والبيض، كنا ننجو وكانت مردودية مرتفعة. طيب، وصلنا إلى تقريب 85 قنطار في الهكتار. طيب سيد لعلى، يعني رئيس الجمهورية أمر وزير الفلاحة بإنشاء هذه الآلية في شكل ديوان ربما على المدى القصير، هل يمكن تفعيل ذلك يعني على المدى القصير كما أمر رئيس الجمهورية؟ يمكن جدا، وأعتقد أن وزير الفلاحة كلف لجنة وانتقلت في الميدان في أضرار وشرعت في إمضاء اتفاقيات مع الفلاحين لإنتاج هذه المادة، لأن عندنا خبرة، ماهيش قضية تجربة، عندنا خبرة انتجنا وتوصلنا إلى نتائج جد إيجابية، تحصلنا على معدلات مرتفعة وتقريب ما بين 85 إلى 120 قنطار في الهكتار، وهذا يعني النتيجة تعتبر جد إيجابية. وحتى نقولوا احنا النوعية كانت نوعية جد إيجابية أيضا. نعم، يمكن والمشكل الوحيد ان هذه الكميه لانتاج ربع ملايين طن تكلف تطلب تقريبا 500 الف هكتار مسقيه. احنا في البدايه ما نظنش يعني نقدوا في اجل قصير باش ننجو هذه الكميه، ولكن تكون بدايه. لو استمرنا في هذه المبادره اللي درناها من 2009 الى غايه اليوم كنا ربما قضينا نهائيا على استيراد هذه الماده.